doorashadii ay dhaleeceeyeen kooxaha xuquuqul insaanka ee madaxweynaha Tunisia ayaa mar labaad ku guuleystay in ka badan 190 codadkii la dhiibtay sida ay sheegeen guddida doorashadu kaliya 2 musharax oo kamid ah in ka badan 12 kale oo rajo ka qabay ayaa loo ogaaday in ay ka hor yimaadeen madaxweyne Zaid codbixintii Axadii halkaasii oo 192 ay ka qayb qaateen إن كبدان 9 مليون أعود بحيالة مجرين سوصو بحيو أولوله أما بدودو تونسيا وحا أي حايد حالكا أي كبلاودين موجود مدهارة ديال ديمقراطية ودوني ده عربتاه كسعودي دابا ياقادي سندكي لبدي كون يطبانكي كواسي وحكم كاكتوري مدحوينها تونسيا هيا دون أيها إنو مركليها قبطوه دورشادا إساقو الله بوه إنو كوغولي سندونو شان حسبي سياسادات ايا كبوريي تاغي رياشا إنا اي قادعان دورشاده ايغو كباقايا إنا ايسان نقون دونين حر يسيدو كالي حلال بلا احمد يريا سي بي تي في ارغيزا ما شاء الله سودو وادا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيقا كاسو حواريه سوكالا قولهين واغوشي وايشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادابا محمل صوغشو قرقاقا حافيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121